كان الامور واضحه بالنسبه للنجم ويوسف لعب الجول جول 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 من اجل المحافظه على الصداره من اجل الرياده يهدي يوسف العبدلي ليقود الحمراء من اجل وعود الدوري والبطوله. يوسف يا يوسف يوسف يا يوسف جوزيف عبدلي يهدي بالفرحه والسعاده. ملعب القاهرة الأول عملية وباهي الهجوم خطير الهجوم قد يأتي بالهدف الأول حلو المناوغة هدف متميز جدا بذكاء كبير وبخبرة لاعب قناص طلقة رائعة وقوية تباغة الحارس استلام ثم أروع استغلال من يوسف العبدلي. يوزع كرة في منطقة الجزاء يوسف العبدلي يستلم الكرة خطيرة لكرة يسقط ضربة جزاء هذا من أربع دقائق الأخيرة ربما تكون سلاح لهدف ثاني. هذه كرة يوسف العبدلي يلعب عرضية وهذه كرة خطرة جول 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 مرياح التمرير ياسين الجزيري عبد اللي كره في منطقه الجزاء خطيره للنجم يسدد كان مع الطائف الموسم الماضي. يعني كرة ملعوبة الآن لعبد الليلة يجهز كرة الآن هيثم عسيري في مكان ممتاز الآن والتسديدة ممتاز ولن الله الرغبة والهدف واضح وكرة ملعوبة يوسف العبدلي ممتازة لمسات تمريرات قصيرة